السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. أنا بعمل هذا الفيديو ردا على بعض الناس أو بعض الإخوة اللي بيسألوا عن حجم السائل المنوي وعدد الحيوانات المنوية، وبيسألوا إزاي تحسن أو تزيد من حجم السائل المنوي، وإزاي تحسن من أعداد الحيوانات المنوية وحركتها وصفاتها التي تساعد على سرعة الإنجاب. فأنا حبيت أعمل هذا الفيديو للرد على أسئلتهم، وهي الإجابة بصفة عامة هو اتباع أسلوب الحياة الصحي. طبعا في بعض الأكلات المعينة اللي معروف عنها إنها هي بتزيد حجم السائل المنوي وتحسن منه، والشيء الثالث ممكن الواحد ياخد بعض المكملات الغذائية اللي فيها محتويات معروف انها ممكن تحسن من حجم السائل المنوي وتحسن من نوعية وكفاءة الحيوانات المنوية. الاخوة اللي بيسألوا بصورة خاصة عايزين يعرفوا ايه هي الحبوب او ايه هي المكملات الغذائية اللي تساعد على هذا الامر. بيرد علي يقولوا لي تمام اسلوب الحياة الصحي، تمام الاكلات وعارفينها، عايزين حاجة ترشح لنا معروف عنها انها بتجيب نتيجة بالنسبة للي بيتناولها بعد فترة زمنية محددة. فانا هتكلم عن هذا الموضوع، وايضا بعمل فيديو عشان اوريكم ازاي تبحثوا عن موضوع زي هذه المواضيع. انا بحثت عن مادة اسمها فوليوم، يمكن انتم شايفين كده فوق كلمة فوليوم، ودي اسم حبوب مشهورة الى حد كبير. هتطلع لك هذه الصفحة مجموعة من المقالات عن هذا الفوليوم، عن هذه الحبوب. المقالة الاولى حبوب فوليوم للرجال لزيادة كمية السائل المنوي. الموضوع الثالث زيادة السائل المنوي بالغذاء المناسب واهمية النظام الغذائي. يعني كده مقالتين موجودين عن هذا الموضوع. يعني ممكن اي واحد عايز يبحث عن اي حاجة مرتبطة بالكلام او المجال بتاعي يجي على الموقع اللي هو arafili.com ويبتدي يبحث بهذه الطريقة، بيحط كلمة البحث في هذا المربع، يضغط على دائرة البحث دي الايقونة بتاعت البحث ويكتب الكلمة اللي هو عايزها. انا مثلا كتبت زيادة فوليوم او زيادة حجم السائل المنوي، هتطلع لي بعض المقالات اللي بتتكلم. خلينا نشوف واحدة واحدة، نبتدي للحاجة السهلة اللي هي زيادة السائل المنوي بالغذاء المناسب وأهمية الغذاء المناسب في هذا. إيه الكلام اللي مكتوب، الخلاصة بتاعت المقالة، وانتوا تبقوا تقروا المقالة براحتكم. يمكنك أن تزيد من كمية وجودة الكمية عن الحجم وجودة السائل المنوي بممارسة شيء بسيط جدا ومتاح. كيف يمكن زيادة السائل المنوي بالغذاء المناسب وأهمية النظام الغذائي؟ تقدر تقرأ الموضوع وتشوف إيه الأكلات المعينة اللي مشهور عنها إنها بتزيد حجم السائل المنوي وبتحسن نوعيته. نرجع للمكملات الغذائية، والمشهور منها حبوب اسمها فوليوم، وفي برضو حبوب تانية عن طريق برضو شركة مشهورة اسمها سيميناكس. يعني بتختلف بقى حسب الإنسان اللي بياخد، في واحد بياخد فوليوم ويرتاح أكتر، واحد بياخد النوع التاني ويرتاح أكتر. المقال ده عن حبوب فوليوم، هيشرح لك حبوب فوليوم إيه أهمية، يعني إيه مفعولها، إيه المكونات اللي فيها، وهي بتعمل إيه. وبرضو في نفس المقال بشرح الأول أحدد إيه هو السائل المنوي اللي حجمه قليل لما يكون أقل من 2 ملي، لكن لو فوق ال 2 ملي طبيعي. طيب إيه أهمية إن أنا أزيد حجم السائل المنوي؟ خلينا نتكلم عن الحجم. العدد كبير وكويس، 100 مليون 200 مليون حيوان منوي، الحركة كويسة وبروجريسيف وكل حاجة، لكن الحجم أقل من 2 ملي قليل، فإيه أهميته؟ بشرح هنا أهميته بالنسبة طبعا للإنجاب، اللي هي طبعا الموضوع الأهم بالنسبة لنا كبشر، الإنجاب، وبقى الأمور الأخرى الخاصة بالمتعة الجنسية والنشوة الجنسية، وإزاي لما يكون السائل المنوي كميته
كتيرة أو كميته معقولة بتزيد النشوة عند كل من الرجل والمرأة. فالكلام عن حبوب فوليوم تقدروا برضو في نفس المقال هتلاقوا روابط بتقول لك لو عايز تطلب هذه الحبوب بتروح الشركة الأم المصنعة، موقع الشركة، مش تروح للشركة، لا تروح للموقع الإلكتروني وهناك تطلب الكمية اللي انت عايزها. حبوب فوليوم للرجال أثبتت فعاليتها في زيادة كمية الحيوان المنوي وزيادة قوة وقدرة الانتصاب بدرجة ملحوظة. ايه العلاقة؟ هتلاقيها مشروحة. ايه العلاقة بين يعني زيادة الحجم السائل المنوي وايه وقوة وقدرة الانتصاب؟ ستجد في المقال طبعا الشرح، اذا كنت بتبحث عن هذا الموضوع تقروا هذا الموضوع بالعربي عشان تعرف المعلومات حول حبوب فوليوم، لانك انت لما تروح على الموقع بتاع الشركة هتلاقي الكلام بالانجليزي فربما يكون صعب عليك شوية. المقال هتلاقي متقسمة الى عدة اقسام، كيفية عمل حبوب فوليوم للرجال، يعني الحبوب دي بتشتغل ازاي، يعني بتجيب نتيجتها ازاي، وبعدين ازاي بتزيد كمية القصف او حجم السائل المنوي. في هنا صور، لو ضغطت على اي صورة يمكن بتاخدك الى كيف تشتري هذا المنتج، ماشي، وفي كذا رابط لو ضغطت على اي رابط منها ممكن يوصلك للشركة. خلينا نجرب كده معلش، يعني مثلا هذا الرابط نضغط عليه ياخدنا على موقع الشركة فوليوم بيلز، ادي الشركة، ومن الشركة تقدر عند كده في بوتون اهو زرار اسمه اوردر ناو، بتضغط عليه بيجي لك الخيارات بتاعتك، عايز انت تشتري كمية بتاعت 12 شهر، بتاع 6 شهور، براحتك يعني، شهر واحد شهر، شوفوا الفرق بقى لو هتشتري ما بين شهر واحد وكمية كبيرة. كمية تكفي شهر واحد 65 دولار، لو انت اشتريت كمية بتاعت 12 شهر 348 دولار. شفتوا قد ايه؟ يعني لو 65، تخيل 65 ديت لو ضربتها في 12 هتعدي ال 700 دولار، لو اشتريت قطاعي هتوصل ل 750 او 800 دولار، لكن لو اشتريت مره واحده الكميه بتاعت 12 شهر تقريبا بنص الكميه او اقل كمان، بتوفر 610 دولار حسب كلام الشركه. ده اللي عايز يشتري. بس قبل ما تشتري تقرا الكلام العربي وتقرا برضو الكلام اللي موجود على الموقع بتاعهم بالانجليزي. ده كده ملخص ايه اللي بتعمله هذه الحبوب فوليوم، تزيد من الرجولة والصحة الجنسية بصفة عامة، مش الرجولة الذكورة، اسف، هي مش بتزيد من الرجولة، بتزيد من الذكورية، وفي فرق كبير بين الرجولة والذكورية، ماشي. ممكن الواحد ما يكونش فيه علامات ذكور على الاطلاق ولا عنده انتصاب ولا اي حاجه، لكن راجل ابن راجل. الرجوله دي صفه من صفات الانسان، يعني النواحي الاجتماعيه والنواحي الانسانيه. اما الذكوره فهي صفه الرجال من الناحيه الحيوانيه، ماشي. تزيد من كمية السائل المنوي، يعني الموقع بيقول بتوصله الى حوالي 500، يعني اللي عنده 1 ملي ممكن يوصل في يوم من الايام الى 5 ملي، ربما يكون طبعا في مبالغة، لان دي الصورة دي انا جايبها من الموقع بتاع الشركة، يعني مش احصائيات بتاعتي الشخصية، لا. يزيد من عدد الحيوانات المنوية برضو، بس ما فيش بالظبط قد ايه بتزيد، لكن مع الاستخدام بتزيد عدد الحيوانات المنوية. إلا عدد الحيوانات المنوية عنده 5 مليون ممكن توصل إلى 10 مليون. يزيد من قوة الحيوانات المنوية اللي هي القدرة على الحركة وسرعة الحركة، يزيد من حركة الحيوانات المنوية اللي هي نسبة الحيوانات المنوية التي تتحرك. ما الفائدة للشخص الذي ليس له عقم؟ طب احنا عندنا واحد ما شاء الله مخلف 5 6، بس في منهم برضو بيجوا يشتكوا يقول لك حجم السائل المنوي قليل، بيشكي من كمية السائل المنوي مع انه هو عنده 3 4 عيال ومش عايز تاني. فهنا بشرح اهميته للناس حتى بره موضوع العقم. من الذي يحتاج لحبوب فوليوم؟ مين بقى اللي ممكن يكون حبوب فوليوم ديت مناسبة ليه جدا؟ تقدروا تشوفوها، وهنا على فكرة تقريبا فيديو انا كنت عامله عن حبوب فوليوم،
اللي يحب يشوفه. ايه هي بقى المكونات؟ برضو مشروع هنا مكونات حبوب فوليوم، مكونات معظمها معروف فعاليتها، منها الزنك والدونج تشونج وكل دي حاجات معظمها من الصين وشرق اسيا واوروبا، وكلها معروف تاريخيا انها كانت بتستخدم حتى عند الانسان في قديم الزمن في زيادة حجم السائل المنوي. بعض بقى المميزات ان في ضمان السرية، الشركة بتبعت لك المنتج في اي مكان انت فيه، طبعا انت ما بتروح الشركة وبتكتب اسم بلدك وعنوانك بيقولوا لك والله احنا بنوصل المنتجات لعنوانك او لا، لو بيوصلوا بتمشي على خطوات الشراء خطوة خطوة امورك بتمشي. بيقولوا ان المادة بتجيلك بصورة سرية، محدش بيقدر يشوف ايه داخل المادة، كأنها هدية او اي شيء. في بقى ايجابيات وسلبيات شراء الحبوب. بنقول ايجابيات حبوب، يعني ايه المزايا؟ يعني انت ليه تاخد حبوب فوليوم ما انت تشتريش حبوب اخرى غيرها من اللي مليانين السوق؟ وايه هي السلبيات؟ يمكن السلبية الوحيدة انها نسبيا غالية، بس المثل بيقول ايه؟ الغالي ثمنه فيه. يمكن السعر شوية بس تقدر تتغلب على هذه الإشكالية لو اشتريت كمية كبيرة. ده كل الموضوع، ياريت تقروا بقى بالتفصيل وكلمة كلمة، وبعد ما تقروا تروحوا على موقع الشركة بالضغط على أحد هذه الروابط بتقرأ الكلام بالإنجليزي وتتعمق وبالمناسبة قبل ما انهي الفيديو، أي واحد من حضراتكم هيضغط على أي رابط من ده ويتم انه يشتري من الشركة، انا بيجيني منها عمولة. لو حضرتك مش عايز يجيني عمولة عادي جدا تروح للشركة مباشرة كده، ما خدش عمولة ما فيش مشكلة. انا اللي يهمني انك انت تعمل الموضوع بالطريقة اللي تريحك وتستفيد. ماشي يا اخوانا، اللي يعجبه بقى المقال يبقى يضغط على شوية الايقونات دي عشان ينشر المقال، واحد صاحبه بيسأله واحد كده يعني ايه، يبقى ينشروا كده. اكون انا خلصت الفيديو، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واشوفكم مرة اخرى وانتم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.